بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد النهارده الدرس السادس من سلسله دايناميك اكشن، وهناخد ثلاثه ايفنت مرتبطين ببعض مهمين جدا، اللي هم كي داون، كي بريس، كي ريليز. هما طبعا ايفنت في الويب مهمين جدا. كي داون معناها وانت لسه بتضغط على اي زرار في الكيبورد، كي بريس وانت ضغطت فعليا، كي ريليز لما بترفع ايدك على الزرار. طبعا الفرق بين كي داون وكي بريس ما بيبانش قوي غير في حاجات ادفانسد في الجافا سكريبت، بس تعالوا نفهمهم ان شاء الله. هحط لكم ارجع للجزئيه دي في الجافا سكريبت تفهموها قوي من واحد بيشرح كويس جدا اسمه اسامه الزيرو. طيب تعال نجرب كي داون. عند كي داون لما هعمل كي داون جوه الايتم السالري، هعمل اليرت واكتب كي داون. تمام، اليرت هكتب جوه كي داون، وبعد كده هعمل حاجه ثانيه خليها كي بريس، واعمل اليرت بتاعه كي بريس. يبقى انا عندي اثنين دايناميك اكشن، واحد لما اعمل كي داون على الايتم الثاني، وواحد ثاني لما اعمل كي بريس. تمام، وكل مره هعمل اليرت باسم الحاجه اللي انا بعملها. تعالوا نجرب كده. انا دلوقتي هقف جوه السالري وهضغط واحد. اول واحد جه كي داون لان ده اول حاجه وانا لسه بضغط، بعديها على طول كي بريس. حد ممكن يقول طب ما هو عشان انا مرتب الايفنت كده، طب تعالوا نغير ترتيب الايفنت. يعني ترتيب الديناميك اكشن بتاعي في حاجه اسمها سيكونس مهمه جدا. لو انا عايز اخلي ايفنت قبل ايفنت هخلي ده 30. تمام، فبالتالي الكي بريس بقى قبل الكي داون، فهل المفترض ان الاليرت بتاع الكي بريس تيجي قبل الكي داون؟ تعالوا نجرب. تمام، انا هضغط واحد دلوقتي. اللي جه كي داون الاول برغم ان الايفنت ترتيبه من الكي بريس الاول، بس في الويب ما ينفعش تعمل كي داون كي بريس قبل كي داون. تمام، وضحت الفكره. طيب عايزين نعمل كي ريليز. كي ريليز بقى تعالى نجربها على ده، نعمل كريت دايناميك اكشن ونخليها لما نعمل كي ريليز على الايتم اللي هو الكوميشن يعمل ايه. تعالى نخليه يعمل اليرت برضو ونخليه يكتب كي ريليز. تمام، دلوقتي انا عندي ايفنت كي ريليز ده لما تشيل ايدك، لما تضغط على بزرار على 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 رقم على ايت على حرف على اي حاجه وتشيل ايدك. تمام، زي ده اهو واحد خلاص كده كي بريس. طيب الثاني بقى اللي هو الكوميشن، هضغط واحد. شوف انا عمال اضغط واحد طول ما انا ما شلتش ايدي لسه، اول ما اشيل ايدي يعمل كي ريليز. يبقى كي ريليز معناها لما تشيل ايدك من على الزرار اهو. تمام، طول ما انت ما شلتش ايدك وعمال تكتب هو لسه ما اتفعلش. تمام، فهمنا الثلاثة اكشن دول هم مهمين جدا، بس في الحاجات الادفانسد بتاع الجافا سكريبت. ممكن لو انت عندك شغل محترف جدا ومعتمد ان انت تعمل اكشن سريع جدا في الكي اب في الكي داون، وبعدين تعمل في الكي ريليز وفي الكي بريس برضه زي ما انت عايز. تمام، وهحط لكم لينك ان شاء الله بيشرح الفرق ما بينهم بتفصيل اكتر لو انت عايز تعمق في الجزئيه دي. ونتقابل ان شاء الله في درس قادم ان شاء الله.